هو انا تم اختيارك ازاي؟ كل سنه وانت طيب كل الاول، سنه انا وحضرتك اسف طيب، يعني واهلا كل سنه بيك وحضرتك طيب ودينا واستاذ احمد يعني من المذيعين المتميزين اللي انا بتابعكم شخصيا يعني. الله يخلي سعادتك. ربنا يخليك. والحقيقه احنا بدانا في 94 91 94، البرنامج كان بادئ مسجل كله كبرنامج صباح الخير يا مصر في البدايه، وكانت اول حلقه كانت نجوى ابراهيم وكان استاذ كايري حسن. والحقيقه بدات فوجئت ان يعني في جواب جاي، لان انا طبعا شغال مراسل التلفزيون في الاخبار. ايوه. وجواب جاي من وزير الزراعه وموقع عليه من وزير الاعلام انه محتاجين 10 دقائق يوميا لارشاد المزارعين في برنامج صباح الخير يا مصر. فطبعا اسندوا الموضوع ليا. وانا فوجئت يعني، انا ما يعني ما كنتش كانت معلوماتك كويسه عن الزراعه ولا يعني، باعتبار ان انا يعني انا رجل ريفي اصلا. لكن ما كانش الاختيار على هذا الاساس يعني. انا فوجئت ان هم قالوا عيد حواش ابن بلد، وزي ما احنا بنقول هو ده الكاركتر اللي يقدر يعمل هيتعامل صح مع المزارعين وهيقدر انه يقول لهم النصايح فياخدوها بشكل كويس. يا جماعه انا هسيب شغلي يعني هوافق بين الاثنين، ده يومي وشغلانه مرهقه جدا وهلف محافظات وهعمل وبتاع، لكن كانت فتح الحقيقه كبير جدا الحمد لله. يعني بعد الزعت حلقتين ثلاثة الحقيقة كان في ضجة كبيرة جدا، شهرة واسعة، ناس مستمتعة واتصالات تليفونية وكبار المسؤولين، وكانت حاجة كبيرة قوي. فبدأت أجود يعني يعني غير الحلقات الأولانية بقى، بدأت بقى أنزل، كنت لابس بقى جاكيت وبتاع، لا قعدت بقى أنزل كاجوال بقى طبعا. بدأت أتعامل مع المزارع، إن المزارع ليه طبيعة خاصة في التعامل.